السلام عليكم يا دكاترة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم ضحى صديق. هنشرح النهاردة محاضرة رقم 16 بعنوان الليبرسي. الليبرسي هو مرض الجذام. مرض الجذام ده الرسول اتكلم عنه في حديث شريف، فيما معناه فروا من مريض الجذام كما تفرون من الأسد. مريض الجذام ده بيكون في زي disfigurement في وشه كده، وبيبقى برضك infectious معدي، فعلشان كده لازم نخاف منه ونبتعد عنه، ما يكونش فيه بيننا وبينه كونتاكت لفترة طويلة. وبياخدوا مرضى الجذام يحطوهم في مستعمرات الجذام، فنخلي بالنا برضك النقطة دي عشان هنحتاجها. هنتكلم عن الليبرسي في السكيما بتاعت اي مرض: definition, reservoir, mode of transmission, risk factors, diagnosis, agent, exit, incubation period, clinical picture, complications, prevention and control. تمام. ال definition، أول حاجة الليبرسي ده اسمه هانسون ديزيز. هانسون ديزيز ده كلمة مهمة جدا والدكتورة أكدت عليها، فنخلي بالنا. تمام. يبقى الليبرسي هو chronic infectious skin disease. chronic infectious، انا قلت ان هو ايه؟ فرو من مريض الجذام. فرو يعني خافوا، معدي، infectious، وchronic بيقعد لفترة طويلة، مزمن وما بيخفش منه، وحتى لو خف بيفضل برضك اللي هو يعني معدي. تمام. وهناخدها برضك في نقطة. تمام. يبقى هو chronic infectious skin disease بيجي في الجلد، بيعمل قلنا حالا زي ما انا قلت اللي هو بيعمل فيه زي تشوهات كده او حاجات في الوش كده، disfigurement، بيغير وشك، وبيعمل برضك disability، يعني ما بيمشيش كده او يسيبك في حالك، لا هو يعملك disfigurement وdisability. يبقى الليبروسي هانسون ديزيز ده كرونيك، مزمن، infectious، معدي، skin disease، هو اصلا بيجي في الجلد، بيؤدي لك الى disfigurement للفيس وdisability. تمام. الكوست في ايجنت بتاعه الميكوبكتيريوم ليبري. الميكوبكتيريوم ليبري دي اسيد فاست باسيلاي. تمام. يبقى مايكوبكتيريوم ليبري اسيد فاست باسيلاي نوت كالشرد نور انفكت ذا اكسبيرمنتال انيمال. يعني ايه؟ هي ما بتزرعش على حاجه، يعني ما لو حطيناها في مزرعه مش هتبان، مش هنشوفها زي اي بكتيريا تانية بنشوفها بتعمل كالشر وتبان وكده، لا. وفي نفس الوقت لو حقناها في انيمال، في اكسبيرمنت انيمال، مش هيبان عليه المانيفيستيشن والحاجات اللي احنا قلناها من شويه دي، لا. يبقى هي نوت كالشر نور انفكس اكسبيرمنتال انيمال. تمام. اي المعلومتين كده بيقول more than 200,000 new cases are recorded each year globally and 3 million people are living with irreversible disabilities including blindness because of leprosy. بيقول هنا ان احنا عندنا كل عام، كل سنة بتسجل 200,000 حالة جديدة عالميا. 3 مليون لوحدهم بيبقوا عايشين irreversible disabilities، دي مهمة برضك زي blindness بسبب الليبرسي، دي مهمة لأن دي من الكومبليكيشن. تمام. يبقى احنا قلنا ان هو ما بيجي بيعمل disfigurement وبيعمل disabilities، يبقى هو لما بيمشي بيسيب irreversible disabilities، لا نقدرش ان احنا نعمل فيه حاجة تانية، يعني لو عمل blindness لا نظرك مش هيرجع بعد ما يمشي خلاص. الكونتريز اللي عندها اكتر معدل من الدياجنوزيس هما انديا، برازيل، واندونيسيا، followed by some African nations. مش مهم قوي يعني، بس نعرف ان الهند والبرازيل واندونيسيا عندهم اكتر معدل في حالات الليبرسي. ايجيبت برضك سجلت 543 حاله سنه 2017. المهم احنا خدنا دلوقتي الديفينيشن بتاعه، هو كرونيك مزمن انفكشس سكين ديزيز، معدي بيجي في الجلد، فروا من مريض الجذام، فروا خاف انفكشس. تمام. بيجي بيعمل disfigurement ليه للفيس بتاعه وديسابيليتي، وقلنا لو جاله بيسيب له irreversible disability زي blinding. تمام. والcustive agent بتاعنا اسمها mycobacterium leprae، ودي acid fast bacilli قلنا ما بتتزرعش وما بتعملش حاجة في الحيوانات، ما بتصبش الحيوانات، يبقى بتتزرعش not cultured nor infected experimental animal. تمام. ندخل على
الريسيرفوار. الريسيرفوار بتاعنا احنا قلنا ايه؟ فرو من مريض الجذام. مريض الجذام انسان مان، فهو مان الريسيرفوار بتاع بيجي فيه الانسان. كيس از اوبن كيس يعني هو بيكون اوبن كيس تمام، with ulcerated lesions of skin and mucous membrane تمام. يعني ايه؟ اول حاجة احنا قلنا ان هو human ولازم يكون كيس. حالة الحالة دي open case يعني ايه؟ يعني مفتوحة كده من الاخر، عارفة اللي هو فيه حاجة فتحة الشارع، يعني زي جرح او skin lesion. احنا قلنا skin lesion بيكون ulcerated، فاللي هو ايه؟ فيه ulcer باين، فبيطلع منه بقى الميكوبكتيريا مليبري دي بتطلع وتروح للإنسان التاني عن طريق ايه؟ عن طريق الكونتاكت، كونتاكت لفترة طويلة. يبقى الريزرفار بتاعه يبقى موجود في مان وبيكون كيس، لازم يكون كيس وي اوبن كيس، عنده ulcerated lesions للسكنز والميوكس ممبرين، يعني هي بتكون موجودة في الulcerated skin lesions والميوكس ممبرين. فبالتالي الاكزيت بتاعها هو ايه؟ discharge بتاع السكن lesions والrespiratory system. بي تطلع من السكن ليجنز دي والريسبيراتوري سيستم. فبالتالي المود اوف ترانسميشن بتاعها زي ما احنا قلنا ايه؟ كونتاكت. فروا من مريض الجذام، خاف منه، ابعدوا عنه، ما تلمسوهوش. البرولينجد كونتاكت معاه ده اكتر حاجه كومن، هو اللي بتسبب الليبروسي وان هو ينتقل من انسان للتاني. الانهاليشن ده عن طريق الريسبيراتوري سيستم، ف نخلي بالنا منه برضه تمام. يبقى لحد دلوقتي خدنا الديفينيشن وخدنا الكوزيتيف ايجنت وخدنا الريسيرفور وقلنا ان هو مان وكيس واوبن كيس. اهم حاجه ان هو اوبن كيس، يبقى عنده ulcerated skin lesion او ميكوس ممبرين، فبالتالي بيطلع من عن طريق الديسشارج بتاع السكن ده او الريسبيراتوري سيستم تمام. والمود اوف ترانسميشن يكون برولونجد كونتاكت معاه او انهيليشن تمام. الانكيبيشن بيريد بتاعه بتكون سيفرال ييرز، فتره طويله. هناخدها ان بي برضك زي ايه؟ الايدز والبلمونري تي بي، الثلاثه دول عندهم long incubation period تمام، يبقى several years. الريسك فاكتورز بتاعه، الحاجات اللي بتخليه يزيد، تعمل the increase the risk of developing leprosy، حاجات زي ايه؟ حاجات بتقلل المناعة، اي حاجة تقلل المناعة تقوم رايحة مزودة احتمالية حدوث المرض. يبقى حاجات زي malnutrition، other illness، اي حاجة تانية بتقلل مناعتك بقى، جالك infection، جالك اي مرض تاني يعني، او genetic mutation، طفرات بقى وراثية، ودي نخلي بالنا منها برضك تمام. دي اللي تزود ان يحصل developing ليه او ان يزيد سوء، يعني هو سواء موجود بكمية صغيرة او ان الدنيا تشتد عليك وتقلل مناعتك، لما مناعتك تقلي يقوم رايح داخل للديجري التانية او للشكل التاني بتاعه تمام. يبقى الحاجات اللي بتزود الريسك فاكتورز بتاعها حاجات تقلل المناعه، عندك مثلا مالنيوتريشن، اي النس، جينيتك ميوتيشن. فبالتالي خدنا ان هيبقى فيه ايه؟ ثلاث صور ليه. كلينيكال بيكتشر بتاعه ثلاث صور، ليبريميتس ليبرسي، تبركولايت ليبرسي، انترميديت او بوردر لاين تايب تمام. الليبريميتس ليبرسي ده هو سكن ليجن، مور هايبرمجمنتد ماكيول فلات بيل اريا اوف سكن بيلنس السر، دي اول حاجه. تاني حاجة سنتريولوس فيرست ساين ان كولر اري تمام. destruction للنيزل سيبتم with collapse للنوز leading to disfigurement زائد اليونين فيس تمام. من الاخر هنسكمهم في ثلاث حاجات كده، skin، nerve، وهنا هيبقى face تمام، سكن ونيرف وفيس. انما هنا هيكون ايه؟ هيكون برضك سكن ونيرف بس مصل، سكن وهنا نيرف وهنا مصل تمام. اول حاجه سكن في البروميتاس ليبرسي، السكن عندنا هيبقى ايه؟ سكن ليجنز، هتبقى في عباره هايبو بيجمنتد ماكيول لونها فاتح، حتة بقى صغيرة كده في الجسم درجتها افتح، يبقى هي بيل وفلات اريا من السكن، او يكون في زي ما احنا قلنا ايه؟ ألسرز، هيكون في ألسرز بس تكون بينلس، فدي مهم، بينلس ألسرز تمام. تاني حاجة احنا قلنا نيرف، يبقى سنسوري لوس، وده الفيرست ساينز في الكولر اريا، الاماكن الباردة اللي في جسمك هيحصل لها سنسوري لوس، ودي اول علامة بتبين.
تاني تالت حاجة destruction للنيزل سيبتوم مع كولابس ليه النوز leading to disfigurement للنيزل فيس. عندنا هنا احنا قلنا انه بيعمل disfigurement للفيس. ايه اللي disfigurement للفيس؟ ان انت عندك الريجي اللي هنا اللي هو النيزل سيبتوم هيحصل له destruction هيتدمر. فلما يتدمر ايه؟ تقوم الانف تكولابس تنزل تحت كده، فمش هتبان غير الجزء الاول ده تمام. فهتؤدي الى disfigurement فبيسموها leonine faces وش شبه الاسد. عشان كده قلنا ايه فروم المريض الجذام كما تفرم من الاسد، هو وشه خلاص لقى فعلا في حاجات شبه الاسد leonine faces تمام. يبقى كده التلات حاجات المهمين. نيجي برضك لحاجه مهمه برضك، ان بيحصل لوس للايبروز واللاشز كان بي سين في ادفانسد ديزيزز، والاي ممكن يحصل لها دامج برضك زي دراينس او ريديوسد بلينكينج تمام. يبقى احنا خدنا سكن ونرف وفيس. السكن قلنا بيبقى فيه هايبر بيجمنتد ماكيول وبيبقى فيه بينلس ألسرز. النرف بيبقى فيه سنسوري لوس ودي الفيرست ساين كولر اريا. الفيس بيبقى فيه حصل destruction للنيزل سبتم فحصل كولابس للنوز فعمل disfigurement اللي هي اليونين فيسز. ودي مهمه مهمه مهمه، وده اللي بيميز البروميتس ليبرس تمام. يعني افتكر البروميتس ليونين تمام. وبيحصل لوس للايبروس واللاشز تقع فيؤدي ودي بتبقى اكتر في الادفانسد ديزيز لما يبقى يصبح اكتر سوءا يعني. و بيبقى في اي دامج اللي بيحصل بيبقى في دراينس وريديوست بلينك دراينس بيبقى العين جافه ويبطل اللي هو يقل عدد مرات ان هو يقفل عينه يعني يبربش كده خلاص بتقل فبيحصل اي دامج تمام. نيجي بقى للتبركلويد. التبركلويد قلنا ان احنا هيبقى عباره عن ايه؟ سكن نيرف ماسل. السكن هنا ايه؟ نفس التانية هايبر بيجمنتد ماكيول زائد باتشز. هنا في سكن ماكيول زائد باتشز تمام. ده بالنسبة للسكن حصل فيها تغيرات من ضمنها ده، هو ده بيحصل تغيرات المسل بول تمام. النيرف بيبقى فيه النيرف بريفرال نيرف افكشن بتعمل انستيزيا بيبقى فيه تنميل تمام. يبقى بريفرال نيرف افكشن كوزس انستيزيا. تالت حاجة مسل ويكنس وبارالسيس. المسل بيحصل لها ويكنس وبارالسيس. يبقى حصل تلات حاجات هنا، السكن زي اللي في هايبر بيجمنتد ماكيول وباتشز، النيرف هنا حصل بريفرال نيرف افكشن وبتعمل انستيزيا، واخر حاجه المصل بيحصل لها ويكنس بارالسيس. نيجي للانترميديت او البوردر لاين، ده بيبقى اسمه ماكيولو اناثيتيك. بيبقى فيه برضك ماكيولز في السكن بيبقى برضك بيبقى فيه انستيزيا تمام. بس كده دلوقتي نيجي بقى ازاي نفرق ما بين الليبروميتس والليبرس. الفرق ما بين الاثنين، اول حاجه في الليبروميتس بيكون المناعه قليله بيبقى فيه سبرست لو ريزيستنس فبالتالي الديسفيجرمنت او المانيفيستيشن دي بتبقى ظاهره اكتر اللي هي اليونين فيسز كلو شيبد هاندز بندلس اير لوبس سد النوز بتبقى موجود. انما في التبركولايد بتكون لا المناعه كويسه في جود اميون ريسبونس يبقى فيه هاي ريزيستنس فبنلاقي ان لا مينيمال disfigurement مفيش لوناين فيسز مفيش كلو شيبت هاندز مفيش بندلس اير لوبس. وقلنا ان في التبركلويد بيكون فيها بيجمنتد ماكيولو باتشز. الباتشز هنا من صفتها ان هي ويل ديماركيتد وتروي جافه ومتحدده كويس يعني نقدر ان احنا نعرفها على طول تمام. يبقى دي الفروقات ما بينهم. disfigurement هنا يبقى ظاهر اكتر لونين فيسز وكلو شيبت هاندز وبندلس اير لوبس. بندلس اير لوبس معناها ان اللوبس بتاع الاير من بره كده بتبقى معموله على بعضها فتحه على بعضها مش متقسمه وبتبقى شكل الودن مختلف. وبرده بيبقى عليها السكن بتاعها بتبقى عليها بردك ماكيولز او حاجات او بردك فيها ديسفيجرمنت يعني بردك مختلف عن الاير العاديه تمام. وقلنا في سد النوز زي ما احنا عارفينه ده بسبب ان مناعه جسمك هنا قليله في ريزيستنس قليل. انما الثانيه بتكون ديسفيجرمنت قليله عشان خاطر مناعتك كويسه فما بيكونش فيه ليونين فيسس ما بيكونش فيه كلوشي بدهانس ما بيكونش فيه بندلس اير لوبس بتكون ويل ديماركيتد دراي باتشز تمام. كده فرقنا ما بين الاثنين دول البروميتس والتبركلويد. معلومه برضك ان احنا بنقسم المرض الليبروسي ده برضك لنوعين، حاجه اسمها مالتي باسيلري وحاجه اسمها بوتي باسيلري. يبقى بيقول ذا تو مين تايبس للديزيز دول
هما البوسي باسيلاري والمالتي باسيلاري. بيختلفوا في ايه؟ ليه فرق يعني، ليه عملنا نوعين كده جداد او قسمناهم برضك لنوعين تانيين؟ لان ان بيبقى فيه فرق في العدد، عدد البكتيريا الموجوده بيختلفوا فيه. differ in the number of bacteria present، عدد البكتيريا الموجوده بيبقى مختلف في البوسي باسيلاري عن المالتي باسيلاري. ازاي؟ البيرسون with بوسي باسيلاري ديزيز عنده 5 or fewer poorly pigmented non skin patches، while a person with multi bacillary disease has more than 5. الشخص اللي عنده بوسي باسيلاري بيكون عنده 5 او اقل بكتيريا، المالتي بيكون عنده more than 5. يبقى احنا عندنا البوسي باسيلاري بيكون عنده 5 or fewer، وبتكون hyperpigmented زي ما احنا عارفين بولي hyperpigmented خالص يعني، بتكون نام بتكون انستيك يعني من اخر برضك اللي هو في سنسوري زي ما احنا قلنا. المالتي باسيلاري لا بتكون اكتر من الخمسة. نيجي بقى للبروجنوزس بتاعنا، ايه الحالات اللي ما بتتعالجش؟ untreated cases cause chronicity، زي ما احنا قلنا هو chronic infectious مزمن، فبيقلب ان هو يبقى مزمن معاهم. chronic self limited course يعني في الاخر ما بيقف لحد معين كده، ويبقى اكتر tendency ان يحصل recovery ان هو يشفي نفسه بنفسه يعني. دي الحالات اللي الـ untreated. الفيتاليتي رير ان واحد يموت بسبب ليبروس لوحده، بس ممكن ده يحصل لو حصل كومبليكيشن بي تي بي او امايلويد نيفروسس، ودي مهمه جدا جدا جدا. تي بي او امايلويد نيفروسس دول هما اللي ممكن يسببوا ان يحصل فيتاليتي ليبروس. يبقى يكون موجود في جسمك ليبروسي معاه تي بي او ليبروسي ومعاه امايلويد نيفروسس، ده يؤدي لك ان انت خلاص كده انت هتموت فيتاليتي. انما ليبروسي لوحده لا انت مش هتموت، تمام؟ يبقى فيتاليتي. الكومبليكيشنز منسك منهم في 2 دي اي دي، تمام؟ 2 دي عندنا دي disfigurement، دي التانية disability، اي infection will be burns، تمام؟ الدي الاولانيه disfigurement زي ما احنا قلنا بيحصل disfigurement اللي هي لوناين فيسز، تمام؟ الدي التانية قلنا ان بيحصل disabilities ممكن تكون irreversible وتكمل معايا زي البلايند، تمام؟ او هنا برضك ممكن يحصل ايه زي ما قلنا في التوبركلويد بيحصل مسل ويكنس وبارالسيس، هنا برضك ممكن يحصل مسل ديزيز. يبقى الديسابيليتي هنا بلايندنس ومسل ديزيز، الديسفيجرمنت ليوناين فيسز، تمام؟ الاي هنا سكندري انفكشن. ازاي؟ انت مثلا عندك احنا قلنا بيجي اكتر في السكن فبيكون في ألسر، حاجه مفتوحه جناح مفتوح فيجي مثلا انفكشن تاني يقوم رايح داخل يقوم رايح ايه عملك secondary infection، او infection تاني انتهازي بقى المناعة قليلة وكده فيعمل لك secondary infection. burns due to sensory loss ال be burns، تمام؟ ان عندك sensory loss انت خلاص فقدت الاحساس في مثلا زي الاعصاب بتاع الايد، فبالتالي مش هتحس بدرجات الحرارة، فلو ماسك حاجة سخنة قوي قوي ممكن تتحرق وانت مش حاسس فيحصل burns بسبب sensory loss، تمام؟ يبقى ال complications 2D IB 2D disfigurement disability، disfigurement lunar faces disability اللي هو blindness أو weak muscle disease، ال O secondary infection ال B burns due to sensory loss، تمام؟ نيجي ل diagnosis. الدياجنوز بتاعنا بنشخص على اساس ايه؟ تلات حاجات، وان كان اهمهم هو الكلينيكال بيكتشر اللي احنا عملناه، ان احنا بنشوف اللي ظاهر عليه، نشوف جلده، نشوف نعمل بقى نشوف في افكشن النيرفات، نشوف بقى المسلز بتاعه، نشوف اللي باين على وشه كده يعني والهيستوري بتاعه كده. دي كلينيكال بيكتشر، دي اهم حاجه فيه. اللابوراتوري، لابوراتوري اللي هو ايه؟ ناخد عينه من السكن ليجن اللي عندنا دي زي قلنا سواء السريتد او مش السريتد بقى، ناخد عينه منها او ناخد عينه من الريسبيراتوري سيستم اللي احنا قلنا ممكن يجي في الميوكوس ميمبرين، ناخد من ده ومن ده، نيجي نفحصهم نلاقي عندنا ايه؟ الاسيد فاست، الاسيد فاست باسيلو، تمام؟ اللي هي المايكوبكتيريوم ليبر، تمام. طب نعمل لها ده لابوراتوري. طب سيرولوجيكال، سيرولوجيكال تيست عندنا السيفلس بيكون بوزيتيف في الليبروميتس، والليبرومين بيكون بوزيتيف في التوبركلويد. ازاي نسكمهم؟ اول حاجه ال بتاع الليبرومين ما تجيش مع ال ال بتاع الليبرومين، ما ينفعش دبل ال، ادي اول حاجه، دي تسكيم. التسكيمه الثانيه ان احنا عندنا سيفلس ليبريماتس، نبداها اس ننهيها باس، تمام؟ يبقى السيفلس بيكون بوزيتيف في الليبريماتس،
الليبرومين بيكون بوزيتيف في التوبركولايت. تمام، ده بالنسبه للدايجنوزس. يبقى دايجنوزس كلينيكال بيكتشر لابوراتوري، بنشوف الاسيد فاست بطلايه، بناخد سامبل من سكين او ريسبيراتوري، سيرولوجيكال تيست، سيفلس للبريماتكس، والبرومين بيكون بوزيتيف في التوبركولايت. نيجي للبريفنشن، عندنا البريفنشن بيكون جنرال وسبيسيفيك. هنا بقى في حاجه مهمه جدا جدا، هي حاجه اسمها سيجريجيشن. سيجريجيشن دي فصل، فصل ايه؟ نيو بورن فروم ليبريتيك بيرنتس. احنا قلنا ان احنا بناخد اساسا موارد الجزام بنحطه في مستعمره، مستعمره الجزام اللي عندهم جزام بيكون موجودين فيه، لان احنا قلنا ان هو انفكشس معدي بذات كونتاكت ترانسميشن يعني. ففرضا انت عندك ابوين عندهم ليبرسي اساسا، فطفلهم ده اكيد هيعيش معاهم وبرضك بعدين هيجيله ليبرسي لو كونتاكت فتره طويله بقى. فلا احنا اول ما نعرف ان هو كده نفصلهم، ناخدهم نوديهم في المستعمره، وناخد الطفل احنا بقى نربيه ونشوف هنعمل فيه ايه. تمام، يبقى دي سيجريجيشن، سيجريجيشن نيو بورن عن ليبرتيك بيرنت. تمام، جنرال بقى معروفه سيشيو ايكونوميك وهيلث اديوكيشن. سبيسيفيك، هنا سبيسيفيك هنا بندي كيمو بروفلاكسيس، ده للاد فاميلي للات ريسك فاميلي كونتاكت، والبي سي جي للنيو بورن وتشيلدر از افكت. يعني انت عندك عرفت ان في حاله في عيله معينه، هتاخد الحاله دي توديها المستعمره وبقيه العيله نشوفه. ما لسه نديهم على طول كيمو بلوفلكس اللي هو ايه، علشان ما يصابوش بقى بالمرض وكده. تمام، طب البي سي جي، البي سي جي ده اساسا للتي بي، بس لقوا ان المايكوبكتيريوم نيبري دي يعني قريبه من المايكوبكتيريوم تبركلوس اللي هي بتعمل التي بي، فلقوا ان البي سي جي برضك بيبقى شغال، ينفع مع الليبرسي، ينفع نديه للاطفال علشان نقيهم برضك من الليبرسي. تمام، يبقى الكيمو بروفلاكسس بالنسبه للسبيسيفيك، كيمو بروفلاكسس للات ريسك فاميلي كونتاكتس، والبي سي جي للنيو بورن والتشيلدرن بيكون افكتيف برضك معاهم. تمام، نيجي بقى بالنسبه للكنترول، عندنا كنترول لكيس وكنترول لكونتاكت. كنترول الكيس ايه؟ عندنا زي ما احنا عارفين في السكيما بتاعنا في الجنرال، اول حاجه بنعرف الكيس دي كيس فايندنج، نعمل نوتيفيكيشن isolation، ودي مهمه جدا 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 قلناها في segregation، ان احنا بنعمل compulsory segregation. compulsory ايه؟ compulsory segregation. تمام، disinfection. تمام، كالعاده وtreatment. treatment دي هناخدها حالا برضك بمالتي دراج ثيرابي، مش دراج واحد هيأثر معاه، لا ده اكتر من دراج. تمام، ريليز بقى لو لقينا ان هو بكتيرولوجيكال فري، بس ده ما بيحصلش عامه يعني، بيكون قلنا ان هو بيقرب بكرونيك لفتره طويله وكده، وبيفضلوا بقى في المستعمره بتاعهم يعني. تمام، الكونتاكت نعمل لهم ايه؟ بريودك اكزامينيشن فور كيس فاينينج، دايما كده من فتره للتانيه نعمل اكزامينيشن للحالات بقى للناس وكده يعني، ندور على الكيس لو في كيس، وبكده نعرف الكونتاكت اللي حواليها برضك. وبرضك نعمل هنا education social assistance special prevention، دي اللي احنا خدناها ايه؟ chemopraxis كنا بنديها لل at risk family contact، وال BCG immunization اديناهم لل info وال children كان effective ليهم برضك. يبقى control احنا عارفينه، اما حاجة ال isolation بيكون compulsory segregation، ال contact هنا special prevention under chemopraxis with BCG. تمام، ان بي وده اللي قلت عليها فوق برضك، ان الليبروسي والايدز والبلمونري تي بي عندهم لونج اي بي، عندهم لونج انكيوبيشن بيريد. تمام، بالنسبه للتريتمنت بقى، عندنا مالتي دروج ثيرابي قلناه بيكون تعريفه سيمبل ان اكسبنسيف كورس اوف تريتمنت للليبروسي ريكومندد باي دبليو اتش او سنه 1900، هو حاجه بسيطه ومش مكلفه. كورس تريتمنت ريكومندد باي ال دبليو اتش او. الادفانتج بتاع المالتي دروج ثيرابي، اول حاجه ان هو ويل توليريتد، ويل توليريتد يعني الجسم بيقدر يتعامل معاه، مش قوي عليه او ان هو يستهلكه او حاجه، وكويس بالنسبه للمرضى ما بيأذيهمش او مش وحش يعني بالنسبه لهم، فهو ويل توليريتد باعتبار ان هو كويس بالنسبه لجسمهم، ويل توليريتد وما بيأثرش عليهم قوي، فهو يكون ايه؟ اكسبتد باي البيش. تمام، الاثنين مع بعض ويل توليريتد يبقى اكسبتد باي البيشنت. تمام، اكسبتد باي البيشنت ده يخليه ايه؟ ان هو يبقى ايزي تو ابلاي في الفيلد، ان انا اقدر بقى، لا اقدر ان انا
ادي للناس عادي واقدر ان انا استخدمه، غير ان الدكتور قال ان هو اورالي تقريبا، فاللي هو سهل ان انا استخدمه تمام، وفي نفس الوقت ان هو effective وهاي كيور ريت، يبقى الاثنين دول مع بعض، وبيمنع يحصل، بيمنع ان يحصل development ل drug resistance، لا مش هيحصل مقاومة ضد الدواء ده. انا بدي الثلاثة مع بعض، او شوف الادوية اللي انا هديها المالتي دروج ثيرابي ده مش هيعمل اي resistance للدواء اللي انا هديه تمام. يبقى هو well tolerated accepted by the patients be easy to apply في الفيلد high effective high cure rate و be prevent development ل drug resistance تمام. نيجي بقى للسكيدجول بتاع الدواء. ان احنا قلنا ان احنا بنقسم الديزيز ده لحاجتين برضك، للمالتي باسيلاري والبوسي باسيلاري. المالتي باسيلاري قلنا ده ايه الاكتر من خمسة، والبوسي ده الخمسة واقل تمام. يبقى المالتي باسيلاري ده كتير، يبقى هياخد كام؟ هياخد تلات ادوية، تلات ادوية، انما البوسي باسيلاري ده هياخد دوايين بس تمام. المالتي باسيلاري هياخد حاجة ريفامبسين 600 وكالفا زيمين 300 والدبسون 100. البوسي باسيلاري هياخد ريفامبسين 600 ودبسون 100 بس. نسكمهم مثلا كده، عندنا قلنا الليبروسي ودابسون بي بي تمام. يبقى علشان لما نيجي ام سي كيو او حاجه يقول من الادويه اللي بنعملها ده هيبقى سهل، يعني الادويه اللي بتستخدم في علاج الليبروسي من مالتي دراج ثيرابي وكده، دابسون ليبروسي دابسون تمام، ليبروسي دابسون، يبقى دابسون مشترك في الاثنين، وريفامبسين برضك مشترك في الاثنين تمام، مضاد حيوي لازم يكون موجود قوي وكده، هو الفامبسين 600 دايما تمام. اللي في النص بقى اللي هو بتاع المالتي باسيلاري الكالفازيمين، نسكمها ازاي؟ ريفا مع كالفا اخوات، فهم اتنين كتير يعني، فيجي مع المالتي تمام، واحنا كده كده نزود الدبس. انما الكالفا لا، مش حلو مع مع البوسي باسيلاري تمام، الكالفا لا تمام. يبقى والجرعات بتاعهم 100 او 1 3 6، والتاني 1 6 بس تمام. يبقى المالتي باسيلاري ريفامبسين كالفازيمين دابسون، قلنا ريفا وكالفا اخوات اتنين، فياخدوا المالتي ودابسون كده كده موجود ليبرسي، والبوسي باسيلاري اللي هو هيبقى اتنين بس اللي هو ريفا والدابسون وبس كده.